بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب أشيخ الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي، على كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع من فقه الشتات الشافعية رضي الله عنهم جميعا، ونفعنا الله بعلومهم ونفعنا الله بإمامهم وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في كيفية الدباغ، نقرأ في الهامش الجزء الذي شرحناه الأسبوع الماضي من أول كلمة فصل. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره، وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعف، ولو كان الحريف نجسا كذرف حمام كفى في الدبر. يبقى كيفية الدبر أن ينزع أي شيء يؤدي إلى العفن وتعفن جلد الميت بأي نازع. فقوله في صلب الصفحة بقى، هنخش احنا وقفنا على قوله ان ينزع، وضابطه ان لا يعود اليه النتن. يبقى امتى نقول ان الجلد اندبغ؟ انه لو احتفظت به لا يعود اليه النتن، لا يتغير ريحه، ولو ادى ذلك الى انك نقعته في الماء فتره ليست طويله عرفا برضه ما ينتنش. يبقى في الحاله دي يبقى زي جلد الحذاء بتاعك، ساعات الجلد الحذاء بتاعك يتعرض للماء اثناء الوضوء مثلا او الدنيا تمطر، لكن ما يعفنش، يبقى مندبغ اندباغ كويس. لكن لو نقعته في الميه اسبوع قد يعفن، ما اي حاجه هتركنها في الميه ولو حته خشبه مده طويله ممكن تعفن. يبقى المقصود ان هو اذا نقع في الماء نقعا ليس طويلا عرفا لا يعود اليه العفن، يبقى كده اندبغ، يبقى ده الاندباغ الكافي علشان نقول ان دي طهر. يبقى ضابطه ان ينزع، اي ضابطه الا يعود اليه النتن لو نقع في الماء عرفا. يعني ضابط الاندباغ الصحيح شرعا الذي تزول به نجاسة جلد الميتة الا يعود اليه النتن لو نقع في الماء عرفا. عرفا يعني ايه؟ مش مدة طويلة، يعني بالعقل كده. ولا ينظر للنقع مدة طويلة على خلاف ولا ينظر للنقع مدة طويلة على خلاف العرف، فإن ذلك قد يترتب عليه النتن ولو للشيء الصلب كالخشب. يبقى مش مسألة إن أنا أروح أنا ممتحن الجلد بعد ما أدبغه وأسيبه أسبوع في المية وأقول ده مش حين، لا. يبقى يكفي إنك أنت لو تعرض للماء فترة يعني ليست طويلة عرفا لا يعود اليه النتن، يبقى ده خلاص كده الحمد لله طاهر، ممكن تصلي عليه وممكن تلبسه وتصلي فيه كمان، تلبسه تعمله زي شال او اي شيء من هذا. فضول الجلد يعني ان ينزع فضول الجلد. انت عارف لما بيجي يسلخ الجلد بيتبقى فيه بعض اثار لحم، شغط، دم، كل ده بيتحول يتعفن، فالدبغ بينزع هذه الفضول الزائده اللي هي فيه. فضول الجلد أي زوائده، وقد بينها بقوله مما يعفنه أي من الأشياء التي تجعل فيه عفونة، وقد بين تلك الأشياء بقوله من دم ونحوه كقطعة لحم، فهو بيان للبيان قبله، بيان للنزع يعني. ينزع إيه منه؟ ينزع الحاجات دي، يعني بيبين النزع يعني المنزوع، يبين المنزوع بشيء. هينزع بإيه بقى؟ هينزع بشيء، يبقى بشيء دي جر ومجرور متعلق بينزع. ما احنا قايلين ان الجر والمجرور تملي له تعلق،
وبيبقى التعلق هنا متعلق بأقرب فعل، يبقى بشيء، أي ينزع بواسطة شيء، يبقى هيستعمل حاجة نازعة بشيء، عشان كده قال لك متعلق بينزع، يبقى الجر والمجرور هنا متعلق بالفعل قبل اللي هو ينزع. ولا بد من توسط الماء، لابد ان يبقى فيه رطوبة علشان يبقى فيه وسط ينتقل منه النازع الى ما ينزع، لان الماء ده هو الوسط اللي بينتقل الرطوبة، فلا بد ان يبقى فيه نوع من الرطوبة. لابد من توسط الماء ان لم يكن هناك رطوبة، يعني افرض الجلد الميت ده كان جاف خالص، حتى الزوائد اللي فيه جفت، فتحتاج انك انت تبله شوية بمية وتحط النازع علشان يبقى فيه وسط يخترق النازع من خلاله ويتشربه المنزوع عشان يتم الفصل، لأن هي عبارة عن عملية كيماوية، وأي عملية كيماوية بتحتاج المية كوسط رطب. ولا بد من توسط الماء إن لم يكن هناك رطوبة في الجلد أو في الدابغ، لكن افرض لسه الجلد طري وفيه الرطوبة بتاعته، يبقى مش مهم توسط الماء، ترش عليه النازع هو هيتشربه على طول. والا فلا يشترك، يعني لو في رطوبه في الجلد او في الدابغ يبقى مش محتاج ان انا ايه ارش ماء بقى خلاص، لان الرطوبه وجدت في احدهم. وخبر يطهرها الماء والقرض في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض على جلد الميت، محمول على الند او الطهاره الكامله لذكر الماء هنا، لان القرض يكفي، لكن الرسول قال الماء والقرض ليه؟ علشان الطهارة تبقى كاملة، كأنه بيذكر الطهارة الكاملة، ولكن القرض يكفي. واحنا قايلين ان القرض ده نوع زي الحاجات الحريفة كده، زي الشطة وزي الحاجات الحريفة دي، مش الملح، الملح مش دابغ، الملح يحفظ الجلد فقط، وعشان كده يصح استعمال الملح في جلد المزكاة، لان جلد المزكاة طاهر اصلا، اللي انت اضحية العيد دي اللي انت بتذبحها دي اصلا جلدها طاهر لانها مزكاه، قلت عليها بسم الله الله اكبر وزكتها، ففروتها اللي طالعه وجلدها دي طاهر، لكن انت بتحفظه بالملح عشان بس تحفظه مش عشان تطهره، لان هو طاهر اصلا. ان احنا بنتكلم الميته اللي هي ماتت بغير زكاه شرعيه، يبقى هنا ده جلدها هو ده اللي نجس، محتاج ان انا بقى استعمله، ما ينفعش استعمل فيه ملح هنا لان الملح لا يطهر، محتاج ان انا استعمل ماده دابغه قويه عشان احيله من حال النجاسة العين إلى الطهارة. أما خبر الماء والقرض يطهرها الماء والقرض فمحمول على الند، إن الماء ده زيادة، يعني زيادة في التطهير أو الطهارة الكاملة. وقوله حريف بكسر الحاء وتشديد الراء مكسورة، الملح مش حريف، خدت بالك؟ عشان كده الملح ما ينفعش، يبقى لازم حاجة حريف، يعني قوية تحرق تكوي، ادي معنى حريف، تكوي الملح يكوي ما يكويش، يبقى لازم حاجة تكوي قوية. بشيء حريف بكسر الحاء وتشديد الراء المكسورة، أي فيه حرافة أي لذع في اللسان عند ذوقه، يعني يلزعك في لسانك عند ذوقه، بخلاف ما ليس حريفا كتراب وملح فلا يكفي، وكذلك التشميس وتجفيفه بالهواء برضه لا يكفي، لأنه وإن تجفف ظاهرا لكن فساده مستتر فيه في بطنه، فما ينفعش برضه. قوله كعطف، بيديك أمثلة للأشياء الحريفة. دلوقتي في الدباغ طبعا عندهم مواد كيماوية جاهزة أزايد كده، ما بيستعملوا بقى، يعملوا خلاصة المواد دي خلاص، لكن كان زمان بيجيب المواد دي من العطارة ويستعملها كمادة خام ويشتغل بيها، فبيديك أمثلة يعني. ليست هذه الأمثلة على سبيل الحصر أو على سبيل التقييد بيها، لا، أي شيء حريف بعد كده ولو صنعت ينفع تستعمل. كعفص أي وشب بالموحدة، الشبة يعني، الشبة تلسع لو استعملتها كويس عن الملح. وشث بالمثلثة، شجر طيب الرائحة مر الطعم، يدبغ بورقه فيخرج المدبوغ ابيض، ده بيدبغ ويشيل اللون كمان، النوع ده اللي هو الشفت ده نوع من الاشجار. قوله ولو كان، بيقول لك هنا ولو كان الحريف نجس، حتى لو كان الحريف نجس استعمله برضه، لان انا كده كده ما نحشته في الجلد بالميه في الاخر،
لان حتى لو كان الشيء اللي انا استعملته يعني لو جبت الدابغ واستعملته فقد اختلط بالجزء المتنجس اللي هيزيله، فيبقى تنجس بيه برضه قبل ان يشتغل ويعمل عمله. ولو كان الجلد هو اصلا نجس زي ما احنا عارفين والدابغ ده طاهر، فاختلاطه بالنجس قبل ان ينزعه ينجسه. فهمت؟ يبقى في الحالتين الجلد بعد ما بيندبغ بيبقى نجس او متنجس، يعني بدقة يعني يبقى متنجس، محتاج اشطفه بالمية انضفه بقى. فانا كده كده في الحالتين انا هشطفه بالمية بعد ما يتم كمال الدباغ، لانه بعد ما كان نجسا صار متنجسا. فهمت؟ ولو كان الحريف نجسا، ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدب. طب وليه قال كفى بالدم؟ لو قال لو كان الحريف نجسا كذرق حمام، يعني يبقى خلاص واضح انه الحريف ولو كان نجس كذرق الحمام يمشي، لكن زودها لك وجاب لك جواب الشرط وحولها لك الى جمله شرطيه ليه؟ عشان يبينها لك ويزيل اي لبس لبعد الايه؟ الكلام، الكلام طال، فعايز يفكرك ان هو بيكلمك فيما يكفي في الدرس، فيروح ذاكر لك جواب الشرط ويحولها لك الى جمله شرطيه علشان يزيل اللبس لبعد مقام الكلام، لانه ممكن مع طول الكلام تنسى هو كان بيتكلم في ايه؟ بقاله سطرين ثلاثه قاعد بيتكلم، تيجي انت في اخر السطر مش عارف. طب ولو يعني يحصل ايه يعني؟ يقول لك يعني كفى هذا في ايه؟ في الدبر. قوله ولو كان جعلها شرطيه ولذلك ذكر لها جوابا، اللي هو قوله كفى بالدبر، وهو قوله كفى في الدبر ولو جعلها غايه باستكفايه كده، ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام. حلو جميل، كانت تنفع برضه. زي ما اقول لك مثلا احترم كل كبير ولو لم يكن ابوك. كويس؟ مش شرط اقول لك ولو لم يكن ابوك احترمه ايضا. فهمت ازاي؟ مش شرط، خلاص بقت جملة مش محتاجه جواب يعني. لكن هو هنا جاب الجواب علشان ازاله اللبس ده، لا للحاجه اليه اصلا في الجمله، لكن للحاجه اليه في الفهم. ولو جعلها غايه يعني مش محتاجة جواب لكفاه، كقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزوج التمس ولو خاتما من حديد. ما قالوش ايه بقى؟ قال له التمس ولو خاتما من حديد مهرا. ما قالش، كان ممكن يقول مهرا، يصح مهرا صح، لكن النبي سكت صلاة لوضوحه، خلاص اكتفى بيه، جعلها غاية. وان كانت هي ليست غاية، ده هي وسيلة، ده خاتم الحديد ده وسيلة انه يبقى يستعملوا مهر للزواج، فالغايه الزواج ودي وسيلته. فهمت ازاي؟ فجعل الوسيله غايه لظهور المراد. علشان كده هنا ما بيقول لك لو كان اكتفى وجعلها غايه زي قول النبي التمس لها ولو خاتما من حديد كانت تمشي. يقول ايه؟ يقول ولو كان الدابغ نجس العين كذرق حمام، خلاص حلو تبقى غايه. لكن هو علشان كده جاب لكن قصد الشارح التوضيح للمبتدي، لكن قصد الشارح التوضيح للمبتدي، يعني علشان المبتدئ ده في القرايه بيبقى محتاج كل شويه تعرفه الضمير رايح فين والكلام بيقعد على ايه. انما القديم في الشغل بقى واللي بيذاكر كتير واللي قرا كتير خلاص مش محتاج، بيقرا كده على طول يجري يبقى فاهم محامل الكلام بسرعه. الا نجسا ولو كان الحريف نجسا ولو من مغلظ، ولو النجاسه دي نجاسه من مغلظ، يعني لو جبنا روث كلب حتى وجففناه واستعملناه، لان انت عارف ان البراز اغلبه بيبقى يعني يا اما حمض يا اما قلوي على حسب حاله المرض، لكن اغلب الاحوال بيبقى البراز قلوي والبول حمض الغالب كده، ده في حاله الصحه. لكن في حالة المرض قد يكون البول يبقى قلوي، واخد بالك؟ يعني البي اتش بتاعه يبقى فوق السبعة او اقل من السبعة يبقى حمضي، واخد بالك؟ فالروث طالما هو قلوي او حمضي الاثنين زاعق، ما هو الحمضي والقلوي الاثنين حاجة زعق، تقوم ايه يبقى فيها اللزوعة اللي بيها تقدر تنزع، وعشان كده كانوا يستعملوا زرق الحمام
لانه قلوي، قلويه شديده. والبول كمان لما يحطوه عليه يقوم يحط عليه نشادر، والنشادر اصلا اللي هي الامونيا يعني بتتحول بعد كده، فبيبقى الروث ده بعد ما يجففه نازع قوي. فبيقول لك حتى لو الروث ده جاي من مغلظ، نجاسه مغلظه كالكلب والخنزير، يستعمله برضه ما يجراش حاجه، بس بشرط بقى لما تيجي تغسله بعد ما تدبغ هتغسله سبعه احداهن بالتراب، طالما دي من ايه، من كلب او خنزير. لكن لو من غير الكلب والخنزير يكفي غسله ولو مره بالماء. حاضر ان شاء الله المره الجايه. في اخت بتقول نوزع عليهم كتاب دلائل الخيرات اللي تم توزيعها في الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد الاشراف، وبعض الناس ما خدوش النسخ. ان شاء الله السبت القادم نجيب مجموعه نسخ هنا نودي عند النساء، بس اللي خد ما ياخدش، اللي خد ما ياخدش، علشان ايه؟ يعني هنجيب برضو نسخ محدوده كده شويه، بس انا ظهري بيوجعني بروح انا اشيل الكتب كده وامشي مسافه، وببقى راكن العربيه بعيد ولسه ما عنديش سواق. يمكن اجيب سواق، مش عايز اجيب سواق لحد ده عشان ما اعذبوش، اصل انا بقف في 100 حته هعذبهم عادي، فربنا يسهل. فبيقول بقى ايه، ولو من مغلظ، ولو كان النجس ده اللي هتستعمله دابغ من مغلظ ينفع، والنجس وان كان لا يطهر، وان كان لا يطهر احسن، وان كان لا يطهر. انت هتطهر بنجس؟ معقوله؟ يقول لك النجس لا يطهر بمعنى انه لا يرفع، يعني لا يرفع حدثا ولا يدفع، ولا يدفع نجاس، لا هو يرفع حدث موجود اصلا ولا هو يدفع نجاس، خدت بالك؟ لكنه يحيل، يبقى النجس ده يحيل بس، لا بيدفع ولا بيرفع، ده يحيل يعني بيحوله الى حاله ثانيه، يحوله. واحنا قايلين ان الاستحاله او الاحاله دي نوع من انواع التطهير، وهي تكون في الخمر تتحول الى خل، وفي جلد الميته يتحول بالدباغ الى طاهر، يبقى ده نوع من الايه، من الاحاله او الاستحاله. وان كان لا يطهر بمعنى انه لا يرفع ولا يدفع، لكنه يحيل، لان الدبغ احاله لا ازاله. الدبغ احاله يعني بيحوله لحاله ثانيه، لكن ما بيزلش اصلا، بخلاف الميه تزيل، تيجي شويه ميه على شويه بول خلاص ازلت البول، تيجي شويه الميه على دراعك وانت بتتوضى تزيل الحدث، فتتوضى، تيجي على جسمك وانت بتغتسل تزيل الجناب، خدت بالك؟ يبقى بتزيل. يجي عليها نجاسه وهي ميه كتيره تدفع حكمها فلا تتغير وتفضل الميه طهر. واحد يقف يتبول في ايه؟ في الترعه، وبعدين بعد كده يعمل لنا مشاكل ويخالف ايه نصيحه الحكومه، دي ظهرك للترعه، يبقى ما نجست مجرى الماء، لان الميه كتيره تتحمل، يبقى عندها قدره على دفع اثر النجاسه، واخد بالك ازاي؟ وان كان فعل مكروها، وهو ان هو يعني عمل شيء مستقذر ما يليقش شرعا مكروه، ويحرم ان كان الماء قليل لضياع عمليته. لو الماء قليل خلاص بوظ، ما يليق الماء نضطر نرمي التانك كله. طب وليه؟ ايه اللي جابك هنا يا اما الدنيا واسعه؟ خدت بالك؟ لان الدبغ احاله لا ازاله، ويحرم التضمخ به، يعني يحرم التضمخ يعني انك انت تدهن بالنجاسه اذا وجد ما يقوم مقامه. يبقى اذا وجدنا ما يقوم مقامه طاهر يبقى يحرم استعمال النجس خلاص، واخد بالك ازاي؟ يبقى يحرم استعماله لانه هو اصلا حاجه نجس، يبقى اذا وجدنا ما يقوم مقامه يبقى احسن. التضمخ بيه في جسمك يعني مش في الدابغ، يعني ما ينفعش احط حاجه نجسه عليا ولو للعلاج، اذا وجدت شيء يقوم مقامه للعلاج طاهر يبقى ده اسمه تضمخ. افرض قالوا لي مثلا ان العلاج بتاعك ده بشحم الخنزير، يا سلام، ده هتخف على طول، ادهن بس ده انا كده
المرض ده بشحم الخنزير تخف على طول، واخد بالك؟ طيب رحت للدكتور تاني قلت له يا دكتور ما فيش الا شحم الخنزير للحاله دي، قال لي لا ده في مراهم كتيره موجوده انواع تانية وطهر، يبقى يحرم اروح اجيب شحم الخنزير اتضمخ بيه. فهمت ازاي؟ شرعا خلاص يحرم. انما قال لك لا ده مالكش علاج الا ده، ما حدش يعرف ليه علاج المرض ده الا الحبايه دي، يبقى خلاص استعمله للضروره. خدت بالك؟ ادي معنى يحرم التضمخ. زي الخمر، واخد بالك؟ الخمر الحاجه نجسه في العين، لكن تستعملها في صورة كحول تطهر بيه الجلد تمشي، واخد بالك؟ وان كان احنا دلوقتي بقى فيه مطهرات كثيرة غير كحولية يبقى لا داعي للاستعمال. لكن الامام ابو حنيفة ستره الله ونفعنا الله بعلومه اجاز استعمالها لانها لم تصنع للشرب، يعني اما عملوا الكحول وحطوه في الصيدلية مش حاطينه للشرب، ده حاطينه للاستعمال الظاهر، وكذلك حطوه في الكولونيا فبقى حطوه لاستعمال غير الشرب، يبقى يجوز استعمال، واخد بالك؟ ده على مذهب الامام ابي حنيفه. على مذهب الشافعيه يقول لك لا ده نجس ما ينفعش تحطه وتصلي بيه، لان كده انت تعص نجاسه لانه خمر، لانك لو شربته تسكر، واخد بالك؟ وكان زمان التمرجين في القصر العيني يشربوا الاستبرتو ويسكروا طول الليل، الجماعه التمرجيه اللي في القصر العيني، فراحوا بقى يحطوا عليه مثلين بلو عشان يزرقوه، يقوموا يخافوا يشربوه لحسن يجرى لهم حاجه في صحتهم، يفتكروا سمع المسلمين بيقولوا ده مش سم ولا حاجه، لكن او الدكاتره قالوا حطوا عليه بتاع كده خلوه لهم زي الحبر يمكن ما يرضوش يشربوه، لكن برضه بيشربوه. تابوا. كان زمان فيك مجموعه تمرجيه كده سكريه وبعدين ماتوا واتحلوا على المعاش وخلصنا منه الحمد لله. يبقى ويحرم التضمخ به اذا وجد ما يقوم مقامه، واخد بالك؟ ويغسل من المغلظ سبعا، يبقى بعد ما يخلص بقى دبغ بالمغلظ يغسل سبعا، احداهن بالتراب ويغسل من غيره من النجس الغير غير المغلظ ولو طاهر طاهرا مره. فاذا كان نجسا يبقى اذا كان الدبغ ده نجس تنجس به الجلد، واذا كان طاهرا هو نفسه اللي تنجس بوضعه عليه على الجلد، يبقى في الحالتين هنحتاج نغسل، خدت بالك؟ فيعود عليه بالنجاسه فيصير كثوب تنجس كما مر. كذرق حمام، ده مثال للشيء النجس اللي هو يستعمل، كذرق حمام بالذال او الزاي فهما لغتان، يعني ينفع تكتبها بالذال اللي بتطلع فيها لسانك وانت ما بتطلعوش ولا حاجه وده غلط، لازم تطلع لسانك بثلاث حروف في الهجاء، الذال والظاء وايه؟ والتاء، ثلاث حروف، لان بتغير المعنى، والله يتغير المعنى. اما تقول ذكاء غير ذكاء، ذكاء اللي هو النباهة يعني بالذال، انما ذكاء ذكاء يعني تزكية، يعني ذبح شرعي بالزين، يعني خليتها زين ما طلعتش لسانك بقت ذبح شرعي، خليتها ذل وطلعت لسانك بقت نباهة، كلمة غير الكلمة ومعنى غير المعنى، تغير لك المعنى خالص. فلازم تاخد بالك انك انت لازم تطلع لسانك في التاء. اما تقول ثناء وثناء، ثناء بالسين يعني ضياء، وثناء بالثاء يعني مدح، واخد بالك ازاي؟ يبقى علشان كده واحد تيجي تقول للواحد اسمك ايه؟ يقول لك ثناء، تقول له بالسين ولا بالساء؟ لانه ما بيطلعش لسان في الحالتين، هو ما بيطلعش لسان، تقوم تساله. انما هو لو قال لك ثناء خلاص مش محتاج تسأله، واضح. فبقت لغتنا يعني ايه مهمه، ليه؟ لعدم اهتمامنا باخراج الحروف من مخارجها اللي ربنا خلق. ده ربك ما خلقلكش شفتين ولا لسان ولا سقف حلق ولا حاجات من دي الا عشان تعرف تقرا كلامه، والله خلقهم لك كده، ولا خلقهم لك عشان تقعد على القهوه تجيب سيره الناس بالباطل، ولا علشان تقعد تغني بيهم ويتقطعوا بيهم في الفيديو كليب، خلقهم علشان تسبحوا بيهم وتذكره وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبين للناس وتقرب إلى الله بقراءة كتابه، يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني مخارج الحروف قاعد يكلمك فيها، فلازم تخرج الحروف من مخارجها حتى لا تحرف الكلم عن مواضعه، خدت بالك؟ فدي مهمة. فتطلع لسانك في التاء والذال والظاء في كلامك المعتاد وفي القرآن أصلا من باب أولى حتى لا تغير معاني الكتاب.
كذرة حمام، يبقى ممكن اقول كذرة حمام وكذرة حمام بالذال والزاي، الاثنين هنا ما يغيرش المعنى، الاثنين معناهم واحد، خدت بالك؟ الحمد لله. بالذال او الزاي فهما لغتان. انا فاكر ان مدرس الانجليزي واحنا في اولى اعدادي كنا خدنا انجليزي اول ما خدناه في اولى اعدادي زمان، كان التعليم كده ايامنا، فكان مدرس الانجليزي يوقف الفصل كله ويضربه بالعصايه عشان ما نقولش ما تطلعش لسانك في التي اتش، ذا ذا، ويوقف الفصل. احنا بقى من صغرنا ما حدش علمنا في العربي نطلع لساننا، حتى قالوا لنا تطلع لسان عيب يا ولد، واخد بالك؟ فما كناش بنطلع لساننا في حاجه. فاول ما جه مدرس الانجليزي في الاعدادي ذا لازم نطلع لساننا، اتعجبنا. طب ليه مدرس العربي ما كانش عنده حماسه في اللغه العربيه زي مدرس الانجليزي في الانجليزيه؟ ليه ما علموناش من اولى ابتدائي نطلع لساننا ويبقى عنده الحميه دي انه يخرج الاطفال بمخارج حروف صحيحه؟ انت بتشوف المذيعين دلوقتي بيقروا ازاي يعني، مع ان بيجيب لك افصح اللي بيتقدموا لعلمك، اللي يقرا لك من نشره الاخبار ده افصح المذيعين. طب اتفرج على افصح المذيعين، ما بيطلعش لسانه في الذاء ولا الثاء ولا الظاء، ده افصح المذيعين. وبتفوت على لجنه الرقابه اللي هي اصلا بتمتحنهم، ده دليل اللي بيمتحنهم برضه ما بيطلعش لسانه، ما يعرفش انها فيها فرق. يعني عم الجهل والبلاء. ويقول لك المانيا، اليابان، طب وليه بتفخم اللام في المانيا يعني؟ اللام لا تفخم الا في لفظ الجلاله بس، الله بس، وبقيه الكلمات كلها مرققه اللام. يقول المانيا، ليه يقول لي المانيا يعني؟ مش فاهم. واليابان، ايه اليابان؟ اليابان حلوة، اليابان ترتخ الباء، حاجات عجيبة. ليه؟ لأنه ما اتعلمش ازاي يخرج حروف. لو قعد على الشيخ بقى في الكتاب من غير مدرسة كان يعلم العيال وفي صغرها ازاي يخرج مخارج الحروف من مخارجها الطبيعية، يوم يطلع العيل لوحده بلا تكلف، يطلع الطفل كده بلا تكلف هو بيتكلم العربية بحلاوة كده، مش حاسس بالتكلف. انما اما تجيبه بعد ما اتخرج من الجامعه فجاه تقعده في مقرأة وتيجي بقى تعدل له لسانه اللي ملوي بقى له 20 سنه غلط، بتجد صعوبه شديده، بس عايزه صبر. لكن تصبر هتلاقي نفسك اللي يصبر ينول. اصبر في المقرأة هتتعلم كويس، والحق اولادك من صغرهم ان هم يتعلموا من صغرهم. لكن لابد انك انت تخرج الحروف من مخارجها الطبيعيه علشان تبقى تلاوه صحيحه ويبقى قرآن صحيح ويبقى كلامه هو كلام رب العالمين. والحمام ليس بقيد، هو ما بيقول لك كدرك حمام، لازم حمام يعني؟ مش قيد، ده مثال بس. وعبارة غيره كدرك طير، يعني أي طائر بقى، ما تفرقش. أي نوع، إن شاء الله حداية، إن شاء الله هدهد، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ما تفرقش معانا، خدت بالك؟ ممكن أي حاجة. كفى في الدبغ جواب لو مش هو قال ولو كان؟ جواب لو دي اللي هي الشرط. كفى في الدبغ جواب لو بناء على جعلها شرطية كما مر. إلا يبقى كل جلود الميتة تطهر بالدباغ، كويس؟ بالشروط اللي قالها لك في الدابغ والحاجات دي كلها، إلا جلد إيه؟ ميتة الكلب والخنزير. يبقى ما ينفعش كلب ميت أروح سلخه وآخد جلده أدبغه وأستعمله، ما ينفعش، لأنه لا يطهر حتى بالدباغ، لأنه دي نجاسة مغلظة. وإن كان في بعض البلاد بياكلوا الكلاب. الجماعة مين دول؟ الكوريين، ما يجوش في حتة لو تلاقي الكلاب اختفت، هتلاقيهم يصطادوها ويقعدوا ياكلوها بالليل. راحوا اشتغلوا في ليبيا بيقول لك ما بقوش مش لاقيين كلاب في بعض المدن اللي قاعد فيها الكوريين في ليبيا. ها؟ وفي هايتي كمان. هايتي دي اللي انتشر منها مرض السيفلس. جزيرة هايتي. واخد بالك؟ وانتشر منها مرض الايدز، مش عارف ايه الجزيرة احتاجتها. والاثنين مرضين تناسليين، يعني مرض السيفلس ومرض الايدز بعد كده. السيفلس مع كريستوفر كولومبوس زمان، برضه من هايتي، من الجزيره دي، لانه كان البحاره يروحوا من اوروبا لحد ما يوصلوا امريكا، اول ما ينزلوا يزنوا مع النساء اللي هناك في الجزيره دي، فانتشر السيفلس فيها. واول ما تعرف اللي هو الزهري، مرض الزهري اسمه سيفلس، ده مرض تناسلي برضه، وبيتعالج بأمبولة بنسلين، كان زمان كده، وبعد كده بقى يظهر دلوقتي وبقى عنده مناعة شوية فبيحتاج علاج أطول شوية. وبعدين لما تمكنوا من العلاج ده ربنا جاب لهم المصيبة الكبيرة التانية الإيدز، لحد دلوقتي مش عارفين يعالجوه.
هو الأحسن العفة، مفيش أحسن من العفة. إلا جلد الكلب والخنزير، استثناء من الجلود، والكلب مأخوذ من التكليب وهو النباح، سموه كلب لأنه إيه؟ من التكليب وهو النباح عشان بينبح. ويجمع على أكلب وكلاب، ويجمع أكلب على أكالب، ويجمع كلاب على كلابات. والخنزير، أيوة، إلا جلد الخنزير لو فرض له جلد. الخنزير أصلا ملوش جلد، ده عبارة عن شعر طالع من لحمه، ده الخنزير كده. لكن لو فرض إن ليه جلد برضه ما ينفعش. لو فرض له جلد، وإلا فلا جلد له وشعره في لحمه، كما نقل عن صاحب العدة. وقيل هو نوعان، الخنازير نوعان، نوع ليه جلد ونوع لا جلد له، وكلام المصنف محمول على أحدهما. والخنزير مأخوذ من الخنزرة وهي القوة، ويجمع على خنازير. قوله وما تولد منهما، يعني واللي يتولد منهم، كلب اتجوز خنزيرة فجابوا ايه؟ خنزيرة بنت كلب، برضه نجس، واخد بالك؟ او كلب اتجوز شاه، معز، جاب معزة بنت كلب، برضه اللي تولد من احدهما او منهما نجس برضه، ما ينفعش، ونجاسته مغلظة برضه، خدت بالك؟ وما تولد منهما كأن أحبل خنزير كلبه أو كلب خنزيره، فما تولد منهما لا يطهر جلده بالدباغ كأصله. وما أحسن قول بعضهم، وما أحسن قول بعضهم، إذا طاب أصل المرء طابت فروعه، ومن عجب جادت يد الشوك بالورد. دي استثناء، الورد حاجة حلوة لكن يطلع من الشوك، لكن غير كده إذا طاب أصل المرء طاب فرعه في الغالب برضو الأعم، لأن ساعات تلاقي يطلع من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم، دي استثناء، لكن الغالب كده. وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله، جاب لك الاستثناء. وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر سر الله في العكس والطرد، عشان تعرف إن الله فاعل، فاعل إيه؟ مريد سبحانه وتعالى، مش الأشياء هي الفاعلة، ده الفاعل هو الله، فيقوم يعكس لك القاعدة علشان تعرف إن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. أو من أحدهما مع حيوان طاهر، كأن أحبل كلب أو خنزير شاة، فما تولد منهما لا يطهر جلده بالدباغ، تبعا لأخس الأصلين، كما في القاعدة المشهورة وهي، خد بالك القاعدة دي مهمة لأنها هتخش في أبواب فقه كتيرة بقى. يتبع الفرع في انتساب أباه، والأم في الرق والحرية، والزكاة الأخف والدين الأعلى، والذي اشتد في جزاء ودية، في جزاء ودية، وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. هنشرحهم لك، لكن دي تتحفظ. يتبع الفرع في انتساب أباه، يبقى الفرع في النسب يتبع مين؟ أبوه في النسب، سهل. والأم في الرق والحرية، والأم لو كانت رقيق أما، حتى لو جوزها حر يطلع ابنها رقيق برضه، ولو الأم حرة وجوزها عبد يطلع الابن حر تبعا لأمه في الرق والحرية، واخد بالك؟ لكن في النسب ينتسب لأبيه، ولكن في الرق والحرية حسب أمه، نشوف أمه حرة ولا إيه؟ ولا أما، لو حرة يطلع حر، لو أما يطلع إيه؟ إلا طبعا إلا في أحوال لما تبقى الأمة ملك السيد، يقوم ابنه منها يطلع حر ليه، واخد بالك؟ ويحررها ابنها، يسموها بنت إيه؟ ولو كانت الأمة لفرعه، فهمت إزاي؟ برضه يطلع، يعني أنا اشتريت أمة لابني، جبتها له هدية تخدمه، عشان الواد مسافر هيقعد في القاهرة، وإحنا ناس من أقاصي الأرياف، هيقعد في القاهرة يدرس، فانا رحت شاري له قمه من السوق ايام ما كانت الاماء بتتباع، وقلت له تقعد تطبخ لك يا ابني وتمتع وهي معاك لحد ما تخلص تعليم، فانجبت منه، لان ايه؟ الا ما ملكت ايمانه له، فانجبت منه، والواد ده ما حصل له حاجه وتوفى، وجات لي القمه دي حامل، حامل من فرعي، فهمت ازاي؟ يطلع اللي في بطنها ده حر ليه؟ لانه دي اصلا ملك السيد،
فهمت ازاي؟ بخلاف لو انا جت عندي الامه دي وانا املكها ولقيت عندي ولد كده طيب شغال معايا في المصنع بتاعي ولا في الغيط بتاعي ولا في المحل بتاعي، واد كده صالح، يا ابني ما بتتجوزش ليه؟ يقول لك وانا معايا فلوس وانا حيلتي حاجه. طب يا ابني انا عندي بنت امه كده غلبانه انا عايز اجوزها لك. اي امه، وهو حر وانا هجوزها له عشان تكلفه الامه في الفلوس قليل، لا مهرها غالي ولا شغلان سهل. فالجدع وافق، فراحت حملت وخلفت، تجيبهم عبيد، ولادها يطلعوا عبيد عندنا لان انا ما زلت املك. فهمت ازاي؟ يتبعوا امهم. ليه؟ لان هو مش فرعي، لكن لو كان فرعي يعني ابني تطلع حره. فهمت ازاي؟ سفيان. والامه في الرق والحريه، ايوه لو اعتقتها حره خلاص ما بقاش فيه مشكله، بقت حره بقى هيتبعها في الحريه خلاص. والزكاه الاخف، التزكيه، يعني انا عايز ازكي. لو تصورت ان بتعرف التزكيه الشرعيه اما بالنحر او بالذبح، بالنحر اللي رقبته طويله زي الجمل بنذبحه عند ايه؟ عند التقاء الرقبه مع الجذع، لان انا مش هطول راسه مع الرقبه، ده الجمل طويل وبيتذبح وهو ايه؟ واقف. طب وهيطول ازاي؟ فيقوم ينحره من عند ايه؟ التقاء رقبته مع جذعه. فده الزكاه. خدت بالك؟ او زرافه على قول من اجاز اكل لحم الزرافه، واخد بالك؟ زي الشافعيه، يبقى تنحر زي الجمل لان رقبتها طويل، ولا انا هنط انا ازاي اذبحها انا فوق؟ واخد بالك؟ صعب، ولا استناها على الشجره ممكن، لكن الاحسن تنحر. واخد بالك؟ طيب افرض انك انت جمل اتجوز بقره، فجاب لك بقره طويله الرقبه يعني خدت من الجمل طول الرقبه وخدت من البقره جسم البقره، كل دي افتراضات عند الفقهاء. يتبع الاخف، اذا كان الاخف الذبح يتبع الذبح، واذا كان الاخف النحر يتبع النحر، يبقى ينفع زكاه باخفه. فاذا اعتبرت ان الاخف هو الذبح يبقى اذبح، والاخف هو النحر يبقى انحر. فهمت المساله؟ ادي الاخف في الزكاه. والدين، والدين الاعلى، ويتبع في الدين الاعلى. يعني راجل مسلم اتجوز كتابيه، يطلع ولاده مسلمين، يطلعوا في الدين، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يبقى الامه دي، الامه دي تجيب عيال حر احرار او اماء تبع لامهم، ودينهم تبع لابوهم، ونسبهم تبع لابوهم. فهمت ازاي؟ يبقى ينتسبوا للاب دينا وعصبه. ينتسبوا للاب دينا وعصبه، ويتبعوا الام في الرق والحريه. سهله دي؟ طيب. والذي اشتد في جزاء ودية، والذي اشتد في جزاء ودية، يعني انت مثلا ايه، انت عارف انك انت لو قتلت صيد في الحرم، في الحرم بتدفع جزاؤه مثل ما قتل من النعم، مش كده برضه؟ افرض اللي قتلته ده عبارة عن هجين بين مثلا غزالة وبين خروف، اقوم انا اشوف جزاء الخروف 300 ريال وجزاء الغزاله 500 ريال، وده بينهم اقوم يتبع الاشد 500 ريال. فهمت ازاي؟ يتبع الاشد تغليظا. والذي اشتد في جزاء وديه، وفي الديه كذلك، لو اختلط ارخص مع اغلى اتبع الاغلى. فهمت؟ واخذت الاصلين ركسا وذبح، اخس الاصلين في الركس والذبح يتبع اخس الاصلين. جاي من يعني احد اصليه نجس يبقى نجس تبع اخس الاصلين، احد اصليه لا يجوز اكله، يعني افرض حمار وحشي نزع على حمار اهلي، اتان يعني الاتان اللي هي انثى الحمار الاهلي، الحمار الاهلي اللي هو احنا بنركبه ده في الشوارع ده حرام اكل، لكن الحمار الوحشي يجوز اكل لحم. طيب حمار وحشي نزع على اتان اهليه فجابوا جحش، مش كده؟ طيب الجحش ده ينفع ناكل ولا ما ناكلوش؟ يتبع مين؟ يتبع الاخس، يتبع الاهلي، يبقى لا يحرم اكل. عندنا قاعده اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام.
فهمت القاعدة؟ وأخص الأصلين رجسا وذبحا. يبقى إذا كان أحد الأصلين نجس يطلع الفرع نجس، وإن كان الفرع الأصل الثاني طاهر بس يتبع الأخس. فهمت؟ وفي الذبح كذلك. إذا كان لا يجوز أكل أحدهما أحد الأصلين يبقى لا يجوز ذبح الناتج. فهمت؟ لأنه نتج من إيه؟ من حرام مع محلل مع حلال. واختلط الحلال بالحرام يغلب الحرام. ونكاحا، وفي النكاح كذلك. خدت بالك؟ والأكل، وفي الأكل مأكول اللحم كذلك. ما ينفعش إن أنا آكل شيء مأكول اللحم إذا كان اختلط معه غير مأكول لحم. والأضحية كذلك في نفس القصة. فهيشرح لك الكلام ده، بيقول لك يتبع الفرع في انتساب أباه والأمة في الرق والحرية، يعني ويتبع الأمة في الرق والحرية. والزكاة الأخف والدين الأعلى. وفي الزكاة بقى يتبع الأخف، وفي الدين للأعلى اللي هو الإسلام. والذي اشتد، افرض واحدة في أوروبا ما تعرفش إن إيه أسلمت وجوزها مسيحي، ولما أسلمت في أوروبا، واللي بتحصل القضايا دي بتروح للمفتين في أوروبا، ما كانتش تعرف إن زواجها واستمرارها عايش حياتها معاه غلط. هي متصورة إن كل واحد حر في دينه، أنا أسلمت وخلاص، هي أسلمت وجوزها ما أسلمش وفضلت عايشة معاه وأنجبت. يبقى الولاد يطلعوا إيه؟ مسلمين تبع الأعلى مش تبع أبوهم، ويفرق بينهما. ولا نقول إنها زنت لشبهة العقد، ما نقولش زنا، لكن نقول حرام وليس زنا، لا يقام علي الحد، لسببين، لجهلها ولوجود شبهة عقد. فهمت ازاي؟ لكن بمجرد ان الشيخ يعرف ولا كده ما ينفعش تعيشي معاه، حرام، يفسخ بينهم. طب والعيال اللي انجبتهم يتبعوا الام في الدين ويتبعوا الاب في العصر. فهمت ازاي؟ الحاجات دي مهمة، الاحكام دي، لانها بتيجي في القضاء عند القضاء في بعض الامور اللي هي ايه بيتعرضوا لها. والذي اشتد في جزاء ودية واخص الاصلين رجسا وذبحا ونكاحا والاكل والحرية والاكل والاضحية. فيتبع الولد في النسب وتوابعه اباه، في النسب والارث ومش عارف ايه، واخد بالك؟ وتوابعه زي العقل، في العقلة الدية تبقى في العقلة، يبقى يكون لها دي توابع. ويتبع امه في الرق إن كانت رقيقة ولو كان أبوه حرا، يعني لو كان حتى زوجها حر، إلا إن كان من أمته، لو كان الولد ده من أمته يطلع حر زي أبوه، أو أمة فرعه يعني ابنه. فهمت؟ أو ابن ابنه. فيتبع الولد في النسب أو أمة فرعه أو من أمة غر بحريته، أو أمة غر بحريته. رحت انا اتجوز فلقيت واحده كده ست طيبه كويسه، وبعدين لقيتها ست، بقول لها انا يا ست انا عايز اتجوز، مش انا يعني، ده مثال لحسن اعمل مشاكل ولا حاجه، واخد بالك؟ فالمهم الراجل قابلها، لا يا ست انا عايز اتجوزك، بلاش انا عشان ما نعملش مشاكل. ففين اهلك؟ قالت له ده انا مقطوع من شجره، لا اهل ولا عم ولا خال، ماليش حد خالص. خدت بالك؟ فراح عند المأذون، والمأذون يبقى ولي من لا ولية له، خلاص، لأنه قاضي. فيروح للمأذون ويجيب 2 شهود ويقول للمأذون دي إيه تزوجني هذه المرأة. فالمأذون يسأل أنت موافقة يا ست؟ تقول له أه. طب وكلتيني؟ أه وكلت. يقوم بالعقد وتم الجواز. بعد ما تزوجها الراجل، هو كان فاكرها حرة، هي خبت عليه. خبت عليه إنها أمة. بص لقى بعد 2 3 سنين بعد ما انجب منها عيلين، الباب بيخبط عليه والبوليس داخل، الست دي اما ملك فلان وبيدور عليها بقى له سنين، ايه اللي قعدها عندك؟ يا جماعه انا متجوزها دي مراتي. فهمت ازاي؟ يقوم في العيال، العيال اللي جابتهم دول يفضلوا احرار ما يتبعوهاش، لانه هو غر بحريتي، اتغر، كان فاكرها حره، هو لو كان عارفها اما ما كانش اتجوزها. وساعتها ايه؟ يطلقها خلاص عشان حق سيدها، يطلقها عشان حق سيدها، والعيال يطلعوا احرار ودينهم تبع ابوهم لان هو اتغر في حريته. فهمت واضح الكلام؟ او غر بحريتها.
او ظنها زوجته الحره. افرض هو راجل اعمى، واخد بالك ازاي، وبعدين نايم ودي ايه كانت نايمه مكان زوجته بتستريح، دي اما في البيت عنده. بندي لك امثله يعني، لان ايام الشيخ البيجوري كان في اماء في البيوت، وكان في رقيق لسه ايام ما صنف ده، فالحاجات دي كانت تحصل ممكن. فجت البنت الامه دي بتشتغل وتنظف حجره سيدتها، تعبت راحت نايمه في السرير. جاء اخونا ده تعبان من شغله بالليل، راح نايم في السرير، افتكرها مراته، ما كانش في نور كمان، واخد بالك، فراحت حملت منه وافتكرها، كان فاكرها زوجته اللي يطلع من بطنها حر، لان هو ما كانش عارفها امه، فهمت، افتكرها زوجته، ويسموه وطئ شبهه، يسموه وطئ شبهه ولا يقام عليه الحد، فهمت ازاي، وطئ شبهه ولا يقام عليه الحد، فهمت المساله. كل دي امثله استثناءات عن القاعده يعني. او ظنها زوجته الحره او امته، او افتكرها ان دي امته اللي مالكه، طلعت ايه امه جاره كانت بتشتغل معاهم بتخبز، وبعدين الليل ليل فباتت عنده، وما تعرفش ان دي اوضه ايه فلان ده راحت نايمه فيها، هو جه افتكرها امته. كل ده قد يحدث زمان، وقد يعرض على الفقهاء زمان على فكره كقضاة شرعيين، فكانوا بيضطروا يجدوا فيها حكم علشان يعرف يحل المساله، لان ما كانش عندهم فكره ابدا ان يقتل نفس تكونت في رحم امراه، حرام. ما هو انت دلوقتي تقول هو يغلب نفسه ليه يا عم، ما يوديها للدكتور يجهضها يا عم ونخلص، ده التفكير بتاعك انت، لكن حرام، فهمت ازاي. الفقهاء لا، ما يقتلوش نفس ربنا اراد لها الحياه خلاص، لكن عايز يوجد لها، هتطلع في الدنيا دي تنسب لمين، ودينها تبع مين، وحقوقها تبع ايه، يبتدي يفكر، لكن عمره ما يفكر يقتلها اصلا، فما يجيش ما يخطرش في باله دي. ويتبع امه في الحرية إن كانت حرة، ولو كان أبوه رقيقا اعتبارا بأمه، ويتبع في الزكاة في التزكية بقى الأخف، فلو تولد بين بقر وإبل، بقرة وجمل، زكي زكاة البقر، لأن الذبح أسهل من النحر لأنه الأخف. ولو تولد بين زكوي وغيره، يعني مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فلا زكاة اعتبارا بالأخف، قصدي بزكوي وغيره، يعني بين مأكول لحم لا يزكى وبين مأكول لحم يزكى. حوت اتجوز بقرة، حاجات غريبة دي، هو مثال عقلي ليس له واقع، لكن هو بيقول لك اصل ممكن، عارف على فكرة في الايام دي بقى تتصورها اكتر، لان الوقت في حاجة اسمها استنساخ، هو الوقت ممكن يجيب لك بويضة من بقرة، ويجيب لك حيوان منوي من حوت، ويقلبهم في بعض ويروح مدخلهم في بطن حوت ويتولد. طب نعمل فيه ايه ده اللي طالع ده؟ ناكله ولا ما ناكلوش؟ نزكيه ولا ما نزكيه؟ مش ممكن يطلع في مخهم، لكن شوف الفقهاء كان عندهم طلاقه في التفكير، ولا يخطر في بالهم ان ده يحصل اصلا، لكن هو عايز يوجد لك احكام فقهيه وقواعد تصيغ طريقه تفكيرك يا ايها الفقيه، بحيث لا تفاجأ بمساله تلاقي نفسك مش عارف لها حكم. دي ميزه بقى علماء زمان، ان يدي لك حلول لحاجه قد يعني تقراها تقوم تعرف تستعجل، تقول ايه ده، هتيجي في بالهم حاجه غريبه قوي، لكن ما تستعجلش، الوقت ممكن تحصل. فلو تولد، انت عارف الحوت ما بنزكيهوش، لكن يجوز اكل لحمه، لكن البقره تزكى بتذبح. لو جاء بقى حوت، جبنا حيوان منوي من حوت، واخد بالك ازاي، ولا الحوت بيبيض، ده بيولد بقى الحوت بيولد. طيب جبنا حيوان منوي من حوت وخدناه لقحنا بيه بقره بره، وحطينا البقره دي في الزريبه عندنا، لما جت ولد فولدت بقره بنت حوت، نعمل فيها ايه دي؟ نفع نزكيها ولا ناكلها كده ميته؟ ما هو الحوت بناكله ميته، احلت لنا ميتتان مش كده برضه؟ وعلشان كده بيقول لك هنا ايه بقى في القاعده دي؟ ولو تولد بين زكوي وغيره فلا زكاة اعتبارا بالأخف. يبقى ايه؟ البقرة بنت الحوت دي لو ماتت مخنوقة ناكلها برضه،
فهمت ازاي؟ ليه؟ لانها بقى فيها حته زكويه وحته غير زكويه. فهمت ازاي؟ طيب. ويتبع في الدين الاعلى، فلو تولد بين مسلم وكافره فهو مسلم، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويتبع الاشد في الجزاء، في جزاء الصيد يعني. فلو تولد بين مأكول بري ووحشي، بين مأكول بري ووحشي وغيره، وأتلفه المحرم ضمينه. يعني الحصان ده مأكول بري، الحصان مأكول بري، والأتان الوحشي الحمار الوحشي الأنثى ده مأكول وحشي. وحشي يعني إيه؟ يعني مش يعني غير مستأنس. خدت بالك ازاي؟ طيب افرض الحصان ده راح مع اتان وحشي وانجبت، تجيب بغل مش كده اظن؟ تجيب بغل، الحصان مع الحمار يجيب بغل، تمام؟ فجابت بغل، واحنا ايه عايزين نشوف بقى الجزاء، ما هو الاثنين مأكولين اهو، جزاء الوحشي غير جزاء الاهل في الحرم. لو انا قتلت ده الناتج، البغل الناتج ده، ادفع ديت حصان لان ديت الحصان اعلى، ولا ديت حمار وحشي ودي اقل يمكن التلت، يقوم يتبع ايه؟ هيتبع الاعلى. ليه؟ تغليظا، لان انت في الحرم والحرم عايز التغليظ والتشديد. واتلفه المحرم ضمنه، وفي الدية، وفي الدية كذلك. فلو تولد بين كتابي ومجوسي، انت عارف ان دية الكتابي اعلى من دية المجوسي. فهمت ازاي؟ دية الكتاب، ودية المسلم أعلى من دية الكتاب، وهكذا. فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص، فديته دية الكتاب الأعلى. ومثلها الغرة، اللي هو لو إيه الجنين، يعني أجهض امرأة حامل، والمرأة دي كانت كتابية حامل من مجوسي، وسقط الجنين من بطنها، فيها الغرة اللي هي عشر الدية، فيها الغرة عشر الدية، يقوم يدي دية ايه؟ دية كتابي، بالرغم ان هو متولد من مجوسي وكتابي، والمجوسي ارخص، لا يدفع ايه؟ الاشد. ويتبع اخس الاصلين في النجاسة كما هن. وفي الذبح، فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي ومن لا تحل ذبيحته كوثني، لم تحل ذبيحته. يبقى لو تولد ممن لا تحل ذبيحته وحل وواحد تاني تحل ذبيحته، يبقى يغلب الحرام. وفي النكاح، فلو تولد بين من تحل مناكحته ككتابي ومن لا تحل مناكحته كوثني، لم تحل مناكحته. يعني امرأة في أوروبا، على فكرة مذهبنا احنا ومذهبنا نقلا عن مشايخنا لا يجوز الزواج بالأوروبية المسيحية ولا الأمريكية المسيحية، لأنها هي متنصرة ولم تكن كتابية أصلية أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ما زالت على حكمها الأصلي، لا يجوز نكاحها، لكن على مذهب أبي حنيفة يجوز. واخد بالك؟ طيب افرض بقى واحدة أوروبية نتجت من أب ياباني بيعبد بوذا وأم مسيحية، فطالعه من الاثنين دول، فهمت ازاي؟ لا يحل مناكحته، ما ينفعش تتجوزها، لان لا هي كتابيه ولا هي، خلاص تغلب، تاخد الحكم الاشد. فهمت ازاي؟ يعني ما ينفعش تروح تتجوز واحده يابانيه. انا واحد صاحبي بيقول لي فلان ده متجوز واحده يابانيه، قلت له ازاي؟ مسيحيه؟ قال لي لا ولا مسيحيه ولا، قلت له متجوزها ازاي؟ ده حتى لو مسيحيه هنقول لك لا يجوز على مذهبه، لكن بس خليها حتى تجوز على مذهب ابي حنيفه، يقول لك لا ده مش مسيحي. بس الست ايه؟ ما شاء الله منظفه له بيته ايه؟ قلت له تجمع مرابطه يا ابني بينظف برضه. واريال ما بينظف برضه. هتجوز اريال يعني؟ ما ينفعش. يقول لي لا ده ست طيعه ومفيش احلى من كده، مربيه له عياله احلى تربيه. يا ابني ما ينفعش. مش متصور. حاجه غريبه، مش متصور انه ما ينفعش. فاهم ان هو يمشي كده على حل شعره ويتجوز اي واحده. زينه. لكن لا يقام علي الحد لشبهة العقد،
ياخد على قفاه بس يترزع عليه ونقول له لا سيبه. ايوه اتفضل. لا التفريع ده على مذهبنا احنا، بس المساله دي فكروا بيها مساله انه بيتبع اخص الاصلين، فالحته دي فكرته ببقيه القاعده كلها فجابها لك في وسط الشر. لا لا يعني حاجه مناسبه جت مناسبتها يعني، خدت بالك ازاي؟ لكن هي هتجدها في الابواب المختلفه. هو العشاء خلاص؟ امال حسيت ان حد قال لي حاجه. ايوه فلو تولد بين أكل بري ووحشي. بري وحشي وغيره، بري وحشي وغيره، يعني بري وحشي زي الحمار المخطط اللي هو الحمار الوحشي، يعني بري وحشي مش بحري. فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله في أكله. وفي الأضحية فلو تولد بين ما يضحى به وما لا يضحى به، ينفع تضحي بغزلة مع ان يمكن تبقى أغلى من الخروف؟ ما ينفعش. طب افرض بقى غزالة أنجبت خروف بسبب ان خروف زنق يعني نزع عليها، يبقى ما ينفعش في الأضحية، لكن إيه؟ ينفع تاكله لأن الاثنين مأكولين اللحم، بس ما ينفعش أضحية، ينفع أكل. لم تجز التضحية به، ومثلها في العقيقة نفس الحكاية، لأن أحكام العقيقة زي أحكام الأضحية. وشمل كلام الشارح ما لو كان الحيوان الطاهر آدميا، يعني شمل كلام الشارح لو آدمي. هيديك أمثلة برضو غريبة شوية، كما لو أحبل كلب آدمي. كلب يحبل آدمية، اتزنقوا في شوية ماني في أوروبا، فراحوا خدوا ماني كلب حطوه في الأنبوبة مع بويضة امرأة، أصل جوزها ما عندوش حيوانات منوية فهيروحوها من غير ما تحمل، ما هو مشكلة برضه. وبعدين المركز ليه سمعته، فلقوا الكلب بيهوهو تحت، فخدوا الكلب منه الماني وشغله وراحوا حاطينه. حاجات صور صعب تصورها لكن ممكن تحصل، وغالبا بيجهضوا غالبا بالطب الحاجات اللي زي دي بيحصل اجهاض ما بيتمش. لكن بقول لك لو فرض جدلا وهي محتمل عقلي انه تم الحمل وولدته، فلو كما لو احبل كلب ادمي فالولد نجس ولو كان على صوره الادمي. نعم يعفى عنه، هكذا قال الشيخ ابن حجر، يعفى عنه. واخد بالك؟ يعني ممكن يصلي ويصوم وكل حاجه خلاص بقى ما يجراش حاجه، ونحفظه القران ويبقى الشيخ فلان ونلبسه عمه وكل حاجه، وتبقى نجاسه معفو عنه. خدت بالك؟ والمعتمد عند الرملي انه طاهر لكونه على صوره الادمي، وقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم. يبقى ايه؟ في رايين، انه هو نجاسه معفو عنها، او انه هو طاهر لانه على صوره الادمي فيغلب عليه الطهاره. ان شاء الله هنقيم الصلاه بعد نص ساعه، بس نخلص الباب ده، الفصل ده كله اللي هي الصفحه دي ما فيهاش شرح كتير، ان شاء الله هنخلص. بيدي لك صور هنا برضه غريبه شويه لكنها قد تتصور في عصرنا هذا، لكن ما كانتش متصوره في عصرنا. فقال لك ان لو احبل كلب ادميه وطلع مولود على صوره الادمي، هذا المولود نجس لكن يعفى عنه على مذهب ابن حجر ابن حجر الهيتمي. وعلى مذهب الامام الرملي قال لك لا، طالما بقى على صوره الادمي يبقى تحول الى طاهر لقول الله لقد كرمنا بني ادم، فيبقى طاهر. واخد بالك ازاي؟ لكن على اي حال من ناحيه العمل في الحالتين يجوز. ليه؟ لان هو ابن حجر الهيتمي قال لك نجاسه معفو عنه، والثاني قال لك لا ده طاهر، ففي الحالتين ما يضرش. خدت بالك؟ الصورة الثانية، وأما إذا أحبل مأكول مأكولة كأن أحبل ثور بقرة. دي غريبة شوية، أنت عارف بيلعبوا الوقت في الجينوم. الجينوم ده واخد بالك اللي هو التكوين الجيني في الخلية اللي بينبني عليها صورة المخلوق بعد ذلك.
فافرض قعدوا هم تمكنوا ان يلعبوا في الجينوم ده، وخدوا ماني ثور مع بويض البقرة ولعبوا فيها بحيث اللي يطلع على صورة الآدمي. يعني ثور وبقرة ويولدوا واد بيوقوع. تصور الحكاية دي، هو مجرد تصور. طب حكمه ايه الجدع اللي بيوقوع ده؟ ناكله يعني؟ ما هو ده من مولود ومولود، بس ده بني آدم، ده بيتكلم. فهمت ازاي؟ ينفع ناكله ده؟ قال لك اه ينفع ناكله، ولو حفظ القرآن يصلي بينا العيد ونضحي بيه بعد العيد. كل دي صور هو عايز يديها لك علشان يبقى عندك تصور فقهي. فهمت ازاي؟ حاجات ظريفه برضه. مش معنى كده الفقهاء يقول لك اقتل الخطيب العيد تضحي بيه كل عيد، لا، لازم خطيب عيد طالع ايه؟ طالع من مأكولين اللحم، انت عارف انا ابويا مش مأكول اللحم ولا امي، خد بالك، عشان اصلي بيه كل عيد تعمل فيا حاجه. لازم يبقى طالع من مأكول اللحم، ابوه وامه مأكولين اللحم. فهمت ازاي؟ لازم كده. وطلع في صورة ادم بيتكلم، يا سلام ايه الحلاوة دي، بيتكلم. والواد دخلناه المقرأة حفظ القرآن كله، ايه الحلاوة، دخل الازهر بقى عالم وعمة، ويقف يخطب ويعلم الناس وبتاع. يقول لك يجوز انه يصلي بالناس العيد ويخطب، وبعد الخطبة نقول بسم الله الله اكبر ونضحي بيه وناكله، لانه متولد من مأكولين. خدت بالك؟ بس ما تعملهاش يعني، الذبح كتير سيبه برضه، احنا متابعين بيه، راجل حفظ القرآن ونفعنا، فتسيبه. بيقول لك: واما اذا احبل ماكول ماكوله، كان احبل ثور بقره، فجاء الولد على صوره الادمي، فانه طاهر ماكول، طاهر وماكول. فلو حفظ القران وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الاضحى جاز ان نضحي به بعد ذلك، وبه يلغز. ساعات كانوا يسالوا بقى في الامتحانات سؤال، يقول له فيقال لنا خطيب صلى بنا العيد الاكبر وضحينا به، امتى؟ فزوره يعني، واخد بالك؟ يوم يقول له انه متولد من مأكولي لحم وجاء على صورة الادم. ادي حلها يعني. يبقى بيقول هنا: الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ، تفريع على الاستثناء. وانما لم يطهر بالدبغ لان الحياه اذا لم تفده الطهاره فالدبغ اولى. اذا كان هو حي ناجس يبقى بعد وفاته الدباغ هيبقى اقوى من الحياه. فهمت ازاي؟ يبقى الدبغ من باب اول. وعظم الميته برضه لا يطهر بالدباغ، عظم الميته ولا شعرها. وعظم الميته ومثله قرنها، القرن بتاعها، وظفرها وظلفها وبيضها ان لم يتصلى. كل دي لا يطهر، ملوش حل، ده ترميه، ما ينفعش خلاص. فإن تصلب البيض نفسه تصلب، يعني بطة ماتت، واخد بالك ازاي، حتف أنفها، ففتحت بطنها لقيت فيها بيض، البيضة دي ما تصلبتش، حرام، نجس، تصلبت وتكونت وكانت يا دوب على الطريق هتنزل، ممكن تاكل إذا تصلبت. فإن تصلب بحيث لو صدن لفرخ فهو طاهر. وايضا مسكها، انت عارف في بعض الظباء المسك ده بيخرج من بعض الظباء من غده بيتكون فيها الدم ويتحبس فيها فتره، وبعدين تبتدي الغده دي تكبر تكبر وتدلدل، وبعدين تروح واقعه، تطلع منها المسك ده. خدت بالك؟ ومسكها ان لم يتهيأ للوقوع يبقى يفضل برضه نجس، لكن لو كان متهيأ للوقوع وماتت يبقى طاهر، زي البيضة اللي ايه تكلفت. فإن تهيأ له فهو طاهر. ومن العظم القراقيش اللي هي الغضاريف، يعني الكارتليج، الغضاريف زي كده، ودنك كده حط ايدك تلاقيها فيها ايه، قرقوشي، مناخيرك تلاقيها فيها قرقوشي، كل دي اسمها الغضاريف او قراقيش، المصريين يقولوا عليها قراقيش. ده دليل ان الامام البيجوري مصري على طول، ادم يقول لك القراقيش يبقى ده راجل مصري، واخد بالك، مصنف مصري. في الشام ما يقولوش عليها القراقيش، مش كده؟ يقولوا عليها القراقيش اللي هي الكارتليج. اه، مالهاش اسم شامي؟ طيب خلاص، لكن المصريين يقولوا عليها القراقيش. فإنها عظم رخو برضه لا يطهر بالدباغ. وشعرها
ومثله صوفها وبرها وريشها، ولو شك هل العظم او الشعر او الريش من مذكاه او لا. يعني انا جبت رياشه من ريش، انا مش عارف الريش ده جابوه من مذكاه ولا مش من مذكاه، انا ما بسالش الراجل بتاع الريش، انا بكام دي يا عم بكام اخد اريش بيه، خدت بالك ازاي؟ فانا ما اعرفش هل من مذكاه ولا مش من مذكاه، ما اعرفش، يبقى ما احكمش على نجاستي لانه ما عنديش يقين. الاصل الطهاره، فالاصل الطهاره، لان لا ننجس بالشك، ويحرم نتف شعر الحيوان في حال حياته، يحرم نتفه لانه في ايذاء وايلام، حتى الحيوان حرام ايلامه. شوف الكفار بيعملوا ايه في البني ادمين، بلاش تقول المسلمين، في البني ادمين الاصل. شوف سيدنا صلاح الدين الايوبي كان اسر حوالي 1000 جندي، واخد بالك، من الصليبيين اسرهم، وكان بيعامل الاسرى معامله المسلمين، عمرنا ما سمعنا مسلمين في اي حرب من الحروب قتلوا الاسرى ابدا، او عاملوهم معامله سيئه، لدرجه ان كثير من الاسرى كانوا بيسلموا من حسن المعامله. فقل الزاد عند جيش صلاح الدين الايوبي، يعني الاطعمه قلت، فيرد كف الجيش بس، يا ياكل الجيش بتاعه يا ياكل الاسرى والجيش يجوع. فقاموا قوات الجيش معاه قالوا له ايه، نقتلهم ونخلص منهم، احنا لو اكلناهم هيجوع الجيش بتاعنا. فقال لهم ادوني فرصه استخير، فصلى استخاره كده وبتاع وطلع عليهم قال لهم لا انا اطلق سراحهم. انا هطلق سراحهم، قالوا له دول جنود هتطلق سراحهم هيروحوا تاني يرجعوا يحاربونا. قال له لا انا اطلق سراحهم لان ما عنديش شرعا ما يدل بالدليل ان انا اقتلهم، دول ناس استسلموا. واخد بالك، ناس استسلموا ما بيحاربونيش وانا مش هقدر اقتلهم، فاطلق سراحهم. فلما اطلق سراحهم حصل ايه؟ اسلموا. لما لقوا الحلاوه دي بيقول طب اطلق سراحنا ليه؟ لو قالوا اصل احنا ما عندناش اكل اللي على قد الجيش وكنا هنجوعكم. فاطلقنا سراح، قالوا يا هو الدين بتاعكم بيقول كده؟ ده احنا بقى ده احنا غلابه قوي اننا بنحاربكم. اسلموا. فشوف المسلمين على مر العصور بيعملوا ايه في اسراهم، وشوف انت الوقت، مش الوقت وزمان وكل سنين، طول عمر الكفار دول كفار. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، الا يعني القرابه، يعني حتى لو قريبه مسلم ما يراعيش قرابته. شوف الحيوان، شوف المسلمين بقى حلوين ازاي، الحيوان يحرم نتف شعره لانه تعذيب ليه بلا ضروره، ده الحيوان، فما بال الانسان. يا خبر ابيض على، شوف الفقه حلو ازاي، ديننا حلو ازاي، عرفك الرحمه، تعرف ان رسول الله رحمه للعالمين، تيجي تقرا الاحكام صلى الله عليه واله. ويحرم نتف شعر الحيوان لما فيه من تعذيبه وقيل بكراهته، يعني ده راي اضعف، هو الاعلى الاولى انه حرام من حيث الدليل، وهو محمول على ما لو حصل به اذى يحتمل عاده، يعني كراهه يبقى مكروه، لو كان اذى يحتمل عاده، يعني الحيوان يحتمل عاده يبقى ما يجراش حاجه. قوله نجس يعني الشعر الميته وعظمها والحاجات دي نجس، اي كل منهما، اللي هو عظم الميتة وشعرها كلا منهما، وإلا فكان مقتضى الظاهر أن يقول نجسان. وكذا الميتة، يعني دي إضافة بقى تانية من ذكر العام بعد الخاص لإفادة نجاسة بقية أجزائها. وقوله أيضا أي مثل العظم والشعر، الميتة اللي هي إيه، وهذا معلوم من التشبيه في قوله وكذا فهو توكيد، وقوله نجس لا حاجة إليه لأنه معلوم من التشبيه، لكن أتى به توضيحا بيقول هنا وكذا الميتة أيضا نجسة، وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. يعني افرض حيوان مأكول اللحم لكن مات بغير زكاة شرعية، يبقى برضه ميت، يبقى برضه ميت، خدت بالك ازاي؟ ادي معنى وكذا الميتة، وأريد بها أي بالميتة، وغرضه من ذلك تعرفها، الزائلة الحياة يعني اللي فقدت حياتها ماتت، وليس المراد المتصفة بالموت مطلقا، لأن المزكاة ميتة برضه، لكن هو قال لك الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، مش الميتة مطلقا، لا، ده ميتة بغير زكاة شرعية، زي المتردية والنطيحة والميتة حتف أنفها، كل دي ميتات إيه نجسة، وليس
المراد بها المتصفة بالموت مطلقا وإلا شمل المزكاة. وقوله بغير زكاة شرعية أي بغير ذبح شرعي، بأن لم تزك أصلا أو زكيت زكاة غير شرعية كذبح غير المأكول، كذبح غير المأكول. طب افرض غير المأكول بغل كده ورحت منيمه وقلت بسم الله الله غلط، وذبحته زي ما ذبح البقرة، برضه نجس ميت لأن هو لا يجوز أكله أصلا، فيبقى ميت. يبقى مأكول اللحم لو مات بغير زكاة ميت، وغير مأكول اللحم ولو مات بزكاة شرعية برضه ميت. ولو اللي زكاه جاي متولد من من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، كأن كان من مسيحية ومجوسي، واحدة مسيحية اتجوزت مجوسي خلفوا ولد، الولد ده طلع جزار، ما ينفعش ناكل ذبيحته لأنه متولد من من تحل ايه ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، خدت بالك؟ يبقى لا تحل ذبيحته، ما ينفعش. ليه؟ لأن غلب الحلال والحرام. وقوله بغير زكاة شرعية أي بغير ذبح شرعي، بأن لم تزك أصلا أو زكيت زكاة شرعية غير شرعية كذبح غير مأكول كبغل وحمار أهلي. وقوله أهلي عشان يخرج الحمار الوحش، وهو حرام ولو لإراحته من الحياة، ولو بسبب إيه؟ عارف جمعية الرفق بالحيوان ساعات يقتلوا حيوان لأنه عنده مرض مؤلم شديد ولا علاج له، يروحوا قاتلين يقول لك نريحه، ولو رائحته من الحياة أو لأخذ جلده. وكذبح المأكول زكاة غير شرعية، وبرضه ذبح المأكول بزكاة غير شرعية بذبح غير شرعي كأني ذبحته من فخده مثلا فطلع دمه، برضه ما ينفعش. كأن ذبحه بعظم أو ذبحته بعظمة، فضلت أعمل كده عظمة لأن الرسول نهى عن الذبح بالعظم، يبقى لا يزكى حتى لو قطع طالما بعظم، لأن لما فيه من الإيلام لأن هتألمه جدا لحد ما فيه. أو ذبحه مجوسي أو محرم، لأن المحرم لا يجوز أكل إيه ذبيحته إذا كان المذبوح صيدا، مش ذبيحته مطلقا، إذا كان المذبوح صيدا، خدت بالك؟ يعني أنا اصطدت له معزة قصدي غزالة وكتفتها له وهو محرم وراح قال بسم الله الله أكبر وذبحها، لا يجوز لأن المذبوح ده صيد. لكن أنا جبت له خروف وذبحه لنا وهو محرم ناكله، ما يجراش حاجة لأنه مش صيد، فهمت؟ أو ذبحه مجوسي أو محرم وكان المذبوح صيدا، لأن كل ده يحرم، فهمت ازاي؟ كل دي أمثلة لميتات تبقى ميتة لا حكم الميت. فلا يستثنى، فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا، لأن زكاته في زكاة أمه. ما جابش سيرة إيه؟ الجاموسة اللي هي حامل وذبحتها وطلع ابنها من بطنها بعد ما ذبحتها ميت، زكاته زكاة أمه تاكله، فهمت ازاي؟ زكاته زكاة أمه، لأن ما تقولش عليه ده ميت لأنه ده مزكى، بس زكاته زكاة أمه، فما تفتكرش إن الشيخ نسي يعني، عشان كده يقول لك ما يستثناش ده. ليه؟ لأن ده متزكي وإن كان شكله ميتة لأنك ما ذبحتوش، لأن زكاته زكاة أمه، خدت بالك؟ فلا يستثنى تفريع على قوله وأريد بها. ووجه عدم الاستثناء عدم دخوله حينئذ في الميتة لأنه زائل الحياة بزكاة شرعية بزكاة أمه يعني. وقوله حينئذ أي حين إذ أريد بها حينئذ، يقول لك حينئذ التنوين هنا عوض عن جملة، يقول لك تنوين العوض، واخد بالك؟ يومئذ يعني يوم يصدر الناس أشتاتا، فعمل لك التنوين هنا هي أصلها يوم يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يبقى تنوين عوض عن جملة، حينئذ تنوين عوض عن جملة، فهمت ازاي؟ فحينئذ أي حين إذ أريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، فإيه جنين المزكاة أي الذي حلته الروح. يعني لو كان الجنين ده حلته الروح، نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك، خدت بالك؟ وأما الذي لم تحله الروح فهو ملحق بما في باطنها،
يبقى زي الروت بقى، خدت بالك ازاي؟ او في باطنها لقيته حته كبده كله زي الكبده، لقيته اي حاجه لانه لسه ما حلتش، بيروح لحته لحمه. ويحل الجنين ولو على صورة كلب، واخد بالك؟ افرض ان الجنين البقرة ده من ثور وبقرة، الاتنين مأكول اللحم، لكن كانت صورته مشوهة، فشفنا لقيناه صورته كأنه كلب، يحل بقى ولو على صورة كلب ما لم نشاهد الكلب نط عليه. طالما ما شاهدناش الكلب ايه نط عليها، يعني يبقى ده من مأكول لحم ومأكول لحم. لكن لو شفناه، كلمة مصري برضو نص عليه. ها الشيخ ابراهيم البيجوري يغلب عليه ايه كلام المصريين في وسط الشروق رحمه الله، لأن الله قادر على أن يخلق الفرع على خلاف أصله، لأن ربنا قادر أن يخلق الفرع على خلاف أصله، ما يضرش، قدرته واسعة سبحانه وتعالى. قوله إذا خرج من بطن أمه ميتا، ده الجنين لو خرج من بطن أمه ميت يبقى إيه؟ أي بسبب موت أمه لا بسبب آخر كوقعتها على الأرض. طب افرض خرج الجنين من بطن الجاموسه عشان وقعت على الارض، سقطت يعني قبل ما عدت، فنزل اللي في بطنها ده بيرفرف كده، بيرفرف يعني في حياه، رفص وبعدين لحقناه وذبحناه بالسكينه نكر، ما ذبحناهوش وسبناه بقى ميت، خدت بالك؟ طالما في حركه مذبوح وذبحناه سموها حركه المذبوح، اللي هي الحركه اللي ايه؟ اللي احنا نقول عليها بيفرفر، المصريين بيقولوا عليها بيفرفر، خدت بالك؟ يسموها الفقهاء حركة المذبوح، حركة المذبوح. أم قوله إذا خرج من بطن أمه ميتا أي بسبب موت أمه لا بسبب آخر كوقعتها على الأرض. وأما إذا خرج حيا، افرض إن احنا فعلا ذبحناها وزكيناها لكن لقيناه حي لسه بيتحرك، يبقى أزكيه بقى. أما إذا خرج حيا فإن كان فيه حياة مذبوح حل أيضا لأنه بيفرفر، واخد بالك إزاي؟ اللي هي حياة المذبوح يعني حياة غير مستقرة، اللي هي الحركة الأخيرة. وإن كان فيه حياة مستقرة يعني اللي قبل الفرفرة، ممكن يعيش 6 ساعات ما يموتش، يسموها حياة مستقرة، لكن ده هيموت خلاص لو ما لحقتوش بالسكينة، يبقى دي إيه؟ حركة مذبوح، حياة غير مستقرة، خدت بالك؟ وإن كان في حياة مستقرة فلا بد من ذبحه، لأن زكاته في زكاة أمه، يبقى الجنين طالما ذبحنا البقرة وطلع من بطنها ميت ناكله برضه، لأن زكاته زكاة أمه، وده مشهور في الأرياف الناس كلها عارفة. أي بسببها، فزكاة أمه زكاة له، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. قوله وكذا غيره أي وغير الجنين كذلك، أي لا يستثنى أيضا لعدم دخوله في الميتة في التعريف السابق. وقوله من المستثنيات أي كالصيد الميت بضغطة الجارحة، احنا حل لنا الصيد. طب افرض ان انا بعثت الكلب المعلم وقلت بسم الله الله اكبر ورحت ايه بعته، ما هو اصله لو جري لوحده واصطاد لوحده بدون ما ابعته انا لا يحل اكل صيده، لازم انا اللي ابعته، لازم فيها القصد. لو بعته معايا واد ايه كان طالع معايا، واد ياباني، وفد ياباني بيزور مصر، قلت له تعالى نصطاد سوا، فخرجنا فالواد الياباني راح مطلع الكلب وراح شاور له، يحل اكل ذبيحته؟ يبقى ما يحلش اكل صيده، فهمت ازاي؟ ما ينفعش ياكلها، ياكلها هو بقى والوفد بتاعه، مالناش دعوه بيه، خدت بالك؟ انما انا لازم انا اللي ايه، لكن لو معايا واد مسيحي يجوز اكل ايه ذبيحة المسيحي، يبقى يمشي، لكن الياباني بيعبد بوذا ما ينفعش، خدت بالك؟ والصقر كذلك، انا رحت ايه باعت الصقر على الغزاله البعيده اللي هناك، طالما انا اللي بعتها يبقى خلاص، لكن الصقر انا نايم كده مريح والصقر عينه بقى ايه شغاله، واد متعلم، صقر معلم، فشاف الغزاله وانا كنت بريح شويه، راح هو اللي صار وراح جابها لي، ما ينفعش اكل ميته، جابها لي ميته، لكن لو جابها لي فيها حياه مستقره اذبحها واكلها، جابها لي فيها حركه المذبوح ما تنفعش، حركه المذبوح لانها دي بتموت، ده جابها لي بتموت،
فهمت؟ لكن جابها لي فيها حركة مستقرة أذبحها أكل. طب افرض جابها بس الصقر ده ولا الكلب ده كنت أنا لسه معلمه الصيد جديد، الكلب المعلم يمسك لك الصيد من حتة ما تموتوش. معلم ده بقى ده بيبقى غالي حتى ثمنه لأن ده متعلم، فيروح يجيبه لك من دراعه ومن جناحه، ما يمسكوش من رقبته، هو متعلم كده ما يمسكوش أبدا من رقبته. افرض ان الكلب ده كان لسه في سكه تعليمه في ابتدائي، واخد بالك، فراح جاب لي الصيد فجابه من رقبته فاتخنق بضغطته، يبقى لا يجوز اكله. او مشي بيه في ممر ضيق بين جبلين وكان الصيد ده تخين فاتضغط بين الجبلين او بين حجرين فمات بالضغطه، لا يجوز اكله. كل دي امثله بيديها لك الشيخ علشان تعرف تاكل ايه وما تاكلش ايه، انما الناس دلوقتي بتاكل مال النبي، ربنا ينجينا. الناس الوحشة يعني، لكن تحري الحلال عبادة راقية عالية، انك تتحرى الحلال. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه سيدنا ابي هريرة بيسأله بيقول له ما اكثر ما يدخل الناس الجنة يا رسول الله؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال له وما اكثر ما يدخل الناس النار يا رسول الله؟ قال الفم والفرج. الفم والفرج، الفم عشان تاكل الحلال والحرام وتتكلم على الفاضي وعلى المليان، خدت بالك؟ فانت لازم تتحرى الحلال في طعامك وشرابك ومنكحك ومكسبك كله، ودي عباده اصبحت مهجوره الان، ان الناس ما بقتش قليل من الناس اللي يتحروا الحلال. فبيقول هنا وقوله من المستثنيات اي كالصيد الميت بضغطه الجارحه، يبقى ما ينفعش لان مات بضغطتها. اي ضمتها له في مضيق او بظفرها. وكالبعير الناد اي الشارد اذا رمي بالسهم فمات به ونحو ذلك. ده مستثنى على فكره من الميتات. مستثنى البعير الناد ده، الناد اللي هو جري. خد بالك ان الصيد على فكره الامثله اللي اديتها لك اعكسها، يجوز اكلها هنا. اللي مات بضغطة الجارحة يجوز أكلها، واخد بالك ازاي؟ للضرورة، للضرورة، وإن كان على خلاف القاعدة لضرورة الصيد. فدي مستثنيات من ما إنها في الظاهر ميتة إلا أنها يستثنى في الشرع فيجوز أكلها. كالصيد الميت بضغطة الجارحة أو ضمتها له في مضيق أو بزفرها. وكالبعير الناد أي الشارد إذا رمي بالسهم. جاموسه جريت وكل البلد بتجري وراها، الله دخلت على الزراعيه، الحقوا الجاموسه هتتبهد هتضيع علينا، وجاموسه حلوه 400 500 كيلو، واخد بالك؟ فراح واحد راح عمل سكينه كده وقعد تلف تلف وراح داخله في بطن الجاموسه، راحت موقفاها وعلى ما وصلنا لها لقيناها ماتت ناكلها، تبقى زكيت بيها لانها ندت، خدت بالك؟ وانا فاكر منظر حصل في بلدنا زمان، كنت طفل صغير، الجاموسه بتاعت جدي وقعت في الساقيه. في الساقيه بقت بوزها تحت ورجليها فوق، والناس اتلمت يحاولوا يشدوها طلعوا ما فيش ولا 10، جاموسه العمده بقى ده متغذيه حاجه كبيره كده. فالمهم فراح راجل كان الشيخ البلد، الراجل اللي بيصلي بالناس امام في البلد، كان راجل ازهري كده وراجل بسيط ظريف كده. فقال لهم يا جماعه حيرانين ليه؟ قالوا دي هتموت هتتخنق وهي رجليها بترفس. قال لهم اي واحد يذبحها من فخدها عند بطنها كده ويطلع الدم وطلعوها حته حته وكلوها. طلع راجل ثقيل بس خد ايه؟ خد الفخده. ما هو فرحوا بيه، كانت هتضيع خالص، كانت هتضيع على الناس، لانه بعير ند. ند يعني لا يصعد، فيجوز تزكيته بالعقر، ودي من وسائل التزكيه العقر. يبقى وسائل التزكيه عندنا العقر وعندنا الذبح وعندنا النحر. فهمت ازاي؟ العقر والذبح والنحر. العقر في الناد اللي هو هرب، خدت بالك؟ يبقى تطلع منه دم من اي جزء من جسمه حسب ما تقدر عليه وتاكله. ايوه حاضر، هخلص الثلاث سطور معلش عشان ما نقف على فصل، استحملوني معلش. خلاص. المذكوره في المبسوطات اي المطولات، ثم استثنى من شعر الميته قوله إلا الآدمي أي فإن شعره طاهر كميتته. طب شعر الآدمي ده طاهر كميتته، طب ما أنت بتحلق عند الحلاق وبيقص شعرك،
هل نجس؟ ما انت الشعر المنفصل من الحيوان حل حياته لا حكم ميتته. فهمت ازاي؟ فلو كان ميتة الآدمي نجسة يبقى الشعر اللي بينفصل مع الحلاقة يبقى نجس، لكن ما حدش قال انه نجس ابدا، لان ميتة الآدمي طاهرة. فهمت ازاي؟ يبقى استثنى منها، واستثنى من شعر الميتة قوله إلا الآدمي أي فإن شعره طاهر كميتته. دي بس كده هنخلص الشرح الحتة دي ويبقى وقفنا على آخر الفصل. ظاهر صنيعه أن الاستثناء من الشعر فقط، مع أن ظاهر كلام المصنف أن الاستثناء أيضا من العظم والشعر معا، على أن الحكم ليس قاصرا عليهما، بل ميتة الآدمي طاهرة بجميع أجزائه. حتى لو كانت ميتة اسمه ايه ده شارون، حتى لو مات شارون مش ادمي هو بقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يدخله النار دي مسألة تانية، لكن هو ادم صح ولا لا؟ ادم يبقى ميتته طاهرة. امال ايه انما المشركون نجس؟ اي اعتقادهم نجاسة معنوية مش حسية، خدت بالك؟ بجميع أجزائها كما أشار إليه الشارح بقوله كميتته، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقضية التكريم ألا ينجس بالموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله، يعني متعجبا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. والمؤمن ليس بقيد، يسموه هنا الصفة، الصفة هل هي قيد تقيده ولا الصفة هنا للغالب؟ زي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب لو من غير اكراه بمزاجها برضه حرام. فهم؟ يبقى هنا القيد غير لازم، يسموه قيد غير لازم. واخد بالك ازاي؟ زي برضه ايه؟ اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حرام تتجوز. طب افرض ما كانتش في حجرك، بنتها متربيه في بلد ثانيه وانت برضه حرام. امال ايه القيد التي في حجوركم؟ على سبيل الغالب الاعم، ولكن غير معتبر. فهمت؟ على سبيل الغالب الاعم. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن لا ينجس حيا وميتا، ده قيد غير لازم. واخد بالك ازاي؟ يعني مش معنى كده استنتج ان الكافر ينجس حيا وميتا، لا، يبقى كل بني ادم لانه مكرم. واخد بالك؟ اذا كان كل بني ادم يبقى المؤمن من باب اولى لانه ارقى. والمؤمن ليس بقيد بل الكافر كذلك. واما قوله تعالى انما المشركون نجس، فالمراد منه نجاسه الاعتقاد لا نجاسه الابدان، ومثل الادم الجني والملك، بناء على ان الملائكه اجسام كثيفه ولا اجسام لطيفه؟ خلاف، والراجح انها اجسام لطيفه. لكن افرض تكثفت، جني عمل نفسه معزه ومات وهو في صوره معزه، تبقى خلاص ميتته طهر لانه كان جني. خدت بالك ازاي؟ خلاص نتفقنا ومتفقين على كده ونصلي عليه، نصلي على معزه اصله جني. واخد بالك؟ في صوره معزه. ممكن تحصل، كانت بتحصل زمان، انما الوقت الجن عقله، ما بقوش يعملوا التصور ده، ما بقوش يتصوروا في صور كثيفه. خلاص عقله. احسن تمشي في الشارع لا اي حاجه تقول ده جني هاته ده، ما ينفعش. خد بالك ازاي؟ خد بالك. تعمل لنا مشاكل. ومثل الادم الجني والملك. الملك برضو الراجح انه اجسام لطيفة نورانية، لطيفة يعني مش كثيفة. واخد بالك؟ يعني تعدي ايدك في جسمه كده زي الضوء كده، ماشي تعدي ايدك في وسط الضوء كده، يقول لك لا، ما يقولكش لا. كذلك ايه؟ الملائكة اجسام لطيفة لكن قادرة على التشبه بالاجسام الكثيفة. سيدنا جبريل كان يأتي في صورة رجل. واخد بالك؟ وهكذا. والجني كذلك تأتي في صورة رجال. انت الشيطان ده مش جني؟ ده جني وابن جني، لكن جاء في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا علشان ايه؟ يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يذبحوه، ولا يحبسوه، ولا يعملوا ايه؟ فدخل في صورة شيخ نجدي واتكلم معاهم ورجح اختيار ايه؟ ابو جهل. وهكذا. فممكن يتشكل في الاشكال الشريفة وغير الشريفة. والحق انهم اجسام لطيفه لانهم اجسام نورانيه لا يبقى لهم بعد موتهم صوره. ومثله ايضا السمك والجراد مستثنى، ميتة السمك والجراد. الا الادمي اي الا شعر الادمي على مقتضى صنيع الشارح، ولذلك قال فان شعره طاهر. كان سيدنا رسول الله لما يحلق يتخانقوا الصحابه على شعر النبي، كل واحد يا سلام لما يفوز بشعرايه ايدي يورثها لاهله واهل اهله.
احنا عندنا في سيدنا الحسين هنا في الحجره المخلفات النبويه اللي كانت محطوطه في اثر النبي زمان، وبعدين نقلوها في الحجره اللي جنب سيدنا الحسين، عشان كده اسمه اثر النبي، لانه كان زمان الحاجات دي موجوده فيه، حي اثر النبي، واخد بالك؟ لكن بعد كده نقلوها في مسجد سيدنا الحسين في الحجره الملحقه، في سيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي شعره، وفي قطعه من ثوبه كتان، وفي مصحف سيدنا علي بن ابي طالب، وفي مكحوله النبي صلى الله عليه وسلم، ففي شعرايه واحده، شعرايه للنبي. يا اهل مصر فرحانين بيها فرحه 60 70 مليون على مر العصور فرحانين بيها، شعر النبي يا عم صلى الله عليه وسلم. خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بوله طاهر، حتى برازه طاهر، حتى دمه طاهر، كويس؟ كله كذلك، كل الانبياء كذلك، كل الانبياء مستثنين. فاذا كان الادمي المعتاد شعره لا ينجس، يبقى ما بلش شعر النبي بقى، واخد بالك؟ يا سلام، ده كان زمان اللي يبقى عنده شعره من شعرات النبي لو يعيا ويحطها في شويه ميه ويستحمى بيها احسن علاج. الا شعر الادمي على مقتضى صنيع الشارح، ولذلك قال فان شعره طاهر، فان شعره طاهر، وعلى مقتضى كلام المصنف يقال الا عظم الادمي وشعره، حقه يقول عظم الادمي وشعره يعني. وقد عرفت ان الحكم ليس قاصرا عليهما، بل ميتته طاهره كلها، ولذلك قال الشارح كميتته. ونقف على بيان ما يحرم استعماله من الاواني يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى، وان شاء الله غدا بين المغرب والعشاء الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد شريف في ميدان الروضه ان شاء الله، والدعوة عامة وهتبقى لما إن شاء الله ربنا يكرمكم. في معلش سؤال كده يا أستاذ عصام هنجاوب عليه ويمكن الصلاة معلش دقيقة واحدة. سؤال بيقول هل يجوز جمع نية السنة والفرض في بداية الوضوء كأن يقول ينوي بسم الله نويت سنن وفرائض الوضوء لرفع الحدث؟ إحنا قايلين إن لو قال كده في بداية الوضوء على مذهب الشافعية لا يكفي، يجب تجديد النية مرة أخرى عند الوجه، لأن أول الفرض هو الوجه. أول الفرض هو الوجه. فلو نوى النية دي وبعدين اتمضمض واستنشق وما جددهاش تاني مع الوجه، عزبت عنه، يبقى وضوءه باطل على مذهب الشافعية، صحيح على مذهب المالكية، وصحيح على مذهب الحنابلة والأحناف، لكن باطل على مذهب الشافعية. الشافعية لازم تجدد الوضوء أو يستمر النية منذ بدأت حتى تصل لغسل الوجه. أول الوجه لأنه ده أول الفرض. كويس. ما حكم صلاة المرأة في حجرتها بدون تغطية القدمين؟ احنا قايلين ان القدمين على المذاهب الثلاثة الا الاحناف قدمي المرأة عورة، ويجب ستر عورة المرأة سواء صلت في بيتها منفردة ام في وسط الرجال او في المسجد او في اي حتة. يعني ينفع الراجل يصلي في البيت ومبين سرته في حجرة نومه وقافل على نفسه؟ ما ينفعش، صح؟ لانها عورة. فإذا قلنا إن قدمي المرأة عورة، وهذا هو الراجح على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والحنابلة، يبقى لازم تغطي إيه قدميها. أما الأحناف فقد قاسوا القدمين على الكفين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا وجهها وكفيها. فقال القدمين كالكفين، ده الأحناف. ولكن عندنا القاعدة أنه لا يقاس في العبادات، والعبادات توقيفية فلا نقيس. فهم؟ وأن السكوت عند البيان دليل الحصر، قاعدة عندنا في الأصول كده. السكوت عند البيان دليل الحصر في المذكور، وعدم شمول الحكم على المسكوت. دي قاعدة عندنا، فهم؟ فلما يجي الرسول بيبين يقول إلا وجاه وكفيها وسكت، يبقى ما أقدرش أقيس أنا القدمين على الكفين. الإمام أبو حنيفة ستره الله ونفعنا الله به، قاسها فيصح صلاة جميع النساء اللي بيصلوا واقدامهم باين. فهمت ازاي؟ لكن احنا على مذهبنا لا، الشافعيه لا، لازم تغطي قدميها حتى لو هتصلي في مخدعي. لازم. طب والصلوات اللي صليتها ورجليها باينه قبل كده؟ صحيحه على مذهب الاحناف. عشان كده احنا قايلين ان مراعاه الخلاف واجب والخروج من الخلاف مستحب. مراعاه الخلاف واجب في الفتيه، والخروج من الخلاف مستحب في العمل. مراعاه الخلاف واجب في الفتيه، والخروج من الخلاف مستحب في العمل. لما تيجي تعمل حاجه اعمل عباده صحيحه على كل المذاهب عشان يبقى ضميرك مستريح. هل يجوز جمع؟ لا دي خلصنا. طيب في العقيقه في حاله ذبح عجل للمولود الذكر
يذبح عجل ام اثنين؟ العجل يكفي عن سبعه، عن سبع شياه، يعني العجل كده لو فكيته يطلع سبع خرفان، واحنا عارفين في العقيقه راسين بس، يبقى العجل ده ممكن يكون عقيقه ذكرين وثلاث اناث. يعني انت عندك خمس عيال، ولدين وثلاث بنات، تجيب لهم عجل تذبحه عقيقه عن الكل. فهمت ازاي؟ سبع تمشي، واخد بالك؟ فالعجل ده بس بشرط يكون عمره سنتين وطالع، مش تجيب بقى بتاع لباني كده صغير، ما ينفعش، سنتين وطالع علشان يبقى فيه لحمه بس الفقير يلاقي له حته ياكل. كيف انتهى وجود الاماء؟ ومكتوبه غلط، مكتوبه بالالف لام همزه وبعدين ي ميم الف همزه. الاماء الهمزه هي اللي مكسوره لكن ما فيش ي. طيب الاماء اللي هم المراه الرقيق يسموها اما. انتهت الاماء ده من ايام الخديوي اسماعيل، من ايام الخديوي اسماعيل انتهى الاماء في مصر، لان الخديوي اسماعيل عمل معاهده كانت حصلت في سويسرا ايام حتى الخلافه العثمانيه، ان هم اتفق الناس على مستوى العالم كله ان تجاره الاماء دي والرقيق والحكايه دي ما تليقش بالانسانيه ولازم نلغيها، واخد بالك ازاي؟ ومصر كان من ضمن الناس اللي وقعوا هذه المعاهده، وبعدين ايه اتلغى سوق النخاسه اللي هي سوق الاماء في مصر، وكان موجود في سوق في مصر وفي كل البلاد، وانتهت، واللي كان عنده اماء حررها لدرجه ان بعض الاماء رفضوا يتحرروا. يعني انا فاكر ان جدي كان عنده أمة سوداء وكان عنده عبد اسود كده، رفضوا يتحرروا، قالوا احنا متربيين طول عمرنا معاكم، احنا هنقعد معاكم لحد ما نموت، هاكلنا كده احنا ما شفناهمش، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لانه هو بيتعامل كويس وبياكل كويس وبيعاملوه معامله حلوه وعايش مبسوط، هيجي يحرره ويلاقي نفسه في الشارع مش لاقي له بيت حتى يلمه، خدت بالك؟ فرفض، لكن بمرور الوقت انفقدت وانتهت. لكن ممكن تعود مره اخرى بالحروب الاسلاميه، لو حصلت حروب وحصل دخلنا مثلا ايه فتحنا امريكا ان شاء الله، ان شاء الله كده يعني الشر بره وبعيد، قادر الله سبحانه وتعالى، لكن للاسف هم هزمونا قدام نفسنا قبل ما يهزمونا في الواقع، ولازم اننا نزيل هذا المعنى من قلوبنا. فالمهم لو حصل حرب اسلاميه ودخلنا في بلاد الكفار وفتحناها ودخلوا في دين الله افواجا واثرنا منهم اسرى، الاسرى دول بيتقسموا على الجنود الفاتحين، يقسمهم الحاكم، يعني كله بيتجمع ويروح عند الحاكم، والحاكم هو اللي يقسم، مش انت تروح مدكن حاجه، الغلول في الغنيمه ما تنفعش حرام، هو الحاكم اللي بيقسم، يقوم يرجعوا تاني الاماء مره اخرى، يظهروا تاني، واخدت بالك ازاي؟ ويجي لك بقى فك رقبه في الظهار وفك رقبه في اليمين لما تيجي ايه تحنس وهكذا، يترجع الاحكام مره اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون، واقم